بدي أسأل سؤال هو عبارة عن مثل بدي إياهم يكملوا. أنا أبو الأمثال، حافظ كل الأمثال. يلا لنشوف. دجاجة حفرت على رأسها. على رأسها بطحة. من حفر حفرة لأخيه سكرتها البلدية، لأنها شغلتهم ما شغلتها. والباب اللي بيجيك منه ريح سكر بالمفتاح، وإذا عندك مفتاح ضايع جيب مفتاح ثاني. أنا يئست، أنا يئست. غلط. قلت مرة في واحد تزوج جديد وراح الصالة عشان وكالة يعني طيب أوكي، راح الصالة عشان يضبط جسمه، فقال للمدرب أنا أبا أفضل جهاز يضبط لي جسمي. سحبه وداه برا الصالة، وداه وين؟ عند الصراف الآلي. قال له هذا أفضل من كل الأجهزة، كل الأجهزة الباقي كلها كلام فاضي. صراحة أنا بوافقك الرأي، الموضوع هلا صار كله بالفلوس، غير هيك صعب يرضوا الزوجة. عندك فلوس تتزوج صح؟ شوف ما أحسني أنا بوقف معاكم وقفة. نحن الفقارة ما نتزوج. يا صبايا خفوا شوي على الرجال، دفع دفع دفع، شهر فضيل. تموت الديايا وعينها في راسها. لا أكيد أنا برأسها مش برجلها يعني. تموت الديايا وعينها في حبيبتها، عينها على حبيبتها، حبيبتها قلبها عيونها. الله يستر عليك. طب اوكي، تموت الديايا وعينها على حياتها. نحب محمد. على محمد؟ نعم. تعشق دجاجة يا محمد. آخر عمرك تحب الدياي؟ يلا تموت الديايا وعينها على انت شو تبي حبيبه وما حبيبه ما سنه سؤال يعني الدجاجه مفكره بحبيبها هي قاعده تفكر بالاكل رح اغير لك سؤال يمكن هي مطلقه